قتل 14 شخصا إثر قذائف صاروخية أطلقتها جماعات مسلحة على مدينة حلب، فضلا عن مقتل أحد مساعدي بن لادن في معارك بمحيط الفوعة. يأتي ذلك تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار في زبدان ومضايا من جهة والفوعة وكفرية من جهة أخرى حيز التنفيذ اليوم. هذا وتمكنت وحدة من الجيش السوري والقوات المسلحة من تدمير إحدى مواقع التنظيمات الإرهابية في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مقرون بالتفاوض. لقد قلنا منذ عام ونصف العام إن الأسد عليه الرحيل، ولكن متى وما هي الطريقة؟ هذا هو القرار الذي يجب أن يتم في إطار عملية جنيف والمفاوضات. لقد قلنا إن هذا الأمر لا يحسم في يوم واحد أو شهر واحد. وحول ذلك انضم إلي الآن عبر الهاتف الإعلامي والمحلل السياسي دكتور حسن مرهج. دكتور حسن، مرحبا. مساء الخير. بداية، ما هي آخر المستجدات في المشهد الميداني السوري، يعني تزامنا مع دخول الهدنة في الزبداني حيز التنفيذ؟ يعني نحن نشاهد بالفترة الأخيرة وبالأيامات الأخيرة، وخاصة بعد إعلان الموقف الروسي اتجاه الوضع والراهن بسوريا ومحاربة الإرهاب وإصرار روسيا على محاربة الإرهاب، هناك تفوق بمستوى عالي جدا للجيش العربي السوري وانتصارات وتحكم بقصف قواعد مهمة جدا للإرهاب وإصابات عدد كبير من القياديين الموجودين لدى الإرهابيين. وأما بالنسبة للزبداني وكفرية والفوعة، فهناك وحتى بمنطقة حلب فأعلنوا عن هدنة وتدخل أظن من اليوم أو بكرة الساعة 2 بعد الظهر. طبعا هذا النوع دائما لما الجيش العربي السوري بتكون يده العليا فباستطاعته أنه يقبل مثل هيك هدنة، وهي حتى من الناحية الإنسانية لتوصيل بعض المساعدات إذا كان هي طبية أو من المواد الغذائية للسكان الموجودين ومرابطين بهذه المنطقة وصامدين صلنا على مدار سنوات، وإمكانية كمان أنه من أعطاء بعض السوريين المنضمين للإرهاب من العودة ومراجعة نفسهم والعودة إلى حضن الوطن. و نعم دكتور حسن، تزامنا مع ذلك أن نشهد مؤخرا الكثير من اللغط حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، منها يعني الموقف الروسي وأيضا الموقف الأمريكي. استمعنا بالأمس لكلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ويؤكد يعني على أهمية رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لكن بشكل تدريجي، ماذا تعليقك على ذلك؟ يعني احنا اعتدنا على تخبط كيري، أنا بقدر أسميه، هو بساعة بيصرح أنه وجود رئيس بشار الأسد مهم جدا للانتصار على الإرهاب، وبعد ساعة بيغير رأيه وبيقول لابد من الرحيل رئيس بشار الأسد، ولكن أمريكا اليوم ترضخ للشروط الروسية وتتراجع عن موقفها بضرورة رحيل الرئيس الأسد أو تنحيه. نعم. وهذه القنبلة قد فجرها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، يعني أنا حتى بعدها من العيار الثقيل عندما أعلن ولأول مرة في مؤتمر صحفي عقده في لندن مع نظير الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ورحب وأعلن عن المباحثات العسكرية الأمريكية الروسية، وإن دل هذا الشيء دل على الموافقة وأعطاء الضوء الأخضر للمشروع الروسي اللي أعلنت عنه خلال الأسبوع والعشر أيامات الماضية. وخلال ثلاثة أو أربع مؤتمرات صحفية يوميا كان من عند الرئيس بوتين أو من وزارة الخارجية محمد لافروف، وبالتالي يعني هناك أسباب عديدة خلت الولايات المتحدة ترضخ إلى هذه الأمور وتتقبلها. الإعلان الروسي كان واضح بهذا الشأن، من يريد حلا سياسيا فعليه التعاون مع الرئيس بشار الأسد، ومن يريد حلا وضرب الإرهاب عليه التعاون مع الجيش العربي السوري. الإعلامي والمحلل السياسي دكتور حسن مرهج، شكرا جزيلا لك.